السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب الصف الثاني، إن شاء الله نبتدي مع بعض حصة جديدة في هذا الأسبوع، مكملين في الوحدة الأولى إن شاء الله، مواطن الكائنات الحية. عندي الدرس الثاني، أين تعيش الحيوانات؟ في نهاية هذا الدرس سوف أستطيع أن أحدد الحيوانات التي تعيش في كل موطن، وأحدد خصائص الحيوانات التي تساعدها على العيش في مواطنها. عرفنا أن القيمة الشهرية بتاعتنا لهذا الشهر الابتكار، أما القيمة الأسبوعية الإيثار. طيب نبتدي نشوف مع بعض مواطن حيوانات مختلفة ونتحدث عنها، سواء المواطن دي كانت مائية أو صحراء أو مناطق عشبية أو مناطق قطبية. طيب نبتدي نشوف الحيوان الأول. احنا زي ما احنا شايفين كده الحيوان ده عايش في المنطقة القطبية، واحنا عرفنا ان المنطقة القطبية دي بتبقى الجو فيها، المناخ فيها بيكون بارد جدا. طيب ازاي قدر الحيوان ده يعيش في المنطقة الباردة؟ زي ما احنا شايفين عنده الفراء بتاعه بيكون كثيف جدا، بحيث ان هو بيعمل على تدفئته. تمام. طيب نشوف هنا الحيوان الاخر. ها قلنا عندي الايه، الزرافة. قلنا الزرافة بتعيش فين؟ ها بتعيش في الغابات المطيرة. تمام، علشان بيكون فيها الأشجار عالية، تحب هي تاكل الأشجار العالية. طيب ايه اللي خليها تقدر تعيش في المواطن دي؟ ها عندها الرقبة بتاعتها بتكون رقبة طويلة، وبالتالي انها بتقدر توصل لايه، للنباتات والأشجار اللي موجودة فوق. طيب عندنا الحيوان اللي موجود قدامنا ده، قلنا ده حيوان بيعيش فين؟ في موطن مائي. ربنا هيئ له ان هو الاقدام بتاعته، لو احنا شفناها الاقدام بتاعته فيها اغشيه ما بينها، بحيث انها ايه، يقدر يسبح بيها. يبقى علشان يقدر يعيش في الموطن المائي اللي هو موجود فيه ده، عنده الاقدام بتاعته بتساعده على السباحه. طيب نبتدي نشوف كل حيوان والموطن بتاعه. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، عندنا اول حاجة السمكة. السمكة بتعيش في الموطن، ها هيكون موطن مائي. اما عندي الفهد او النمر اللي موجود قدامي، بيعيش فين؟ ها فين؟ في الاراضي العشبية. تمام. اما الجمل بيعيش في الصحراء. وبعدين عندي اخر حاجة الارنب اللي احنا شفناه النهاردة، بيعيش فين؟ في المناطق القطبية. تمام. طيب كل حيوان هنا احنا ربنا مهيئ له حاجة معينة، بحيث انه يقدر يعيش في الموطن المناسب ليه. زي ما قلنا الاسماك بتقدر تعيش في الموطن المائي. ليه؟ لانها عندها زعانف بتساعدها على السباحة في الماء. طيب الفهد زي ما احنا شفنا وعارفين ان الفهد عنده الفراء بتاعه ملون، ده بيساعده ان هو يتخفى بين الاعشاب. اما الجمل عنده ربنا وهب له حاجات كتير، بحيث ان هو يقدر يعيش في الصحراء. عنده الشفة مشقوقة بحيث انه يقدر ياكل بيها النباتات الشوكية، وعنده السنان اللي يقدر يخزن فيه الماء والغذاء بحيث ان هو يستخدمه بعد كده. وكمان الجمل عنده الخف بتاعه عريض، الخف اللي هو الأقدام بتاعته بتكون عريضة علشان يقدر يساعده على المشي على إرهامه. الأرنب القطب اللي احنا شفناه وقلنا عنه ان هو عنده فراء سميك بيحافظ على حرارته. يبقى كل حيوان بيقدر يعيش في موطن معين، ما يقدرش يغيره، وربنا وهب لكل حيوان ميزة معينة او خاصية معينة يقدر يعيش بيها في الموطن ده. زي ما قلنا الأسماك عندها زعانف بتساعدها على الحركة في الماء، الفهد الفراء بتاعه ملون بيساعده على التخفي بين الأعشاب، الجمل عنده الشفة المشقوقة بياكل بها النباتات الشوكية، وعنده السنام اللي على ظهره قلنا بيوفر فيه الغذاء والماء، وعنده الخف العريض رجليه عريضة بحيث ان هو يقدر يمشي فيه الرمال.
وقلنا بعد كده الأرنب القطبي اللي عايش في المناطق القطبية عنده إفراء سميك. طيب إذن كل حيوان ليه خصائص بتساعدها على العيش في مواطنها وتعيش الحيوانات المختلفة في مواطن مختلفة. طيب زي ما احنا شايفين قدامنا هنا كده ده المها العربي، نبص على المها العربي كويس جدا، نبص على لون الفراء بتاعه. زي ما احنا شايفين الجزء اللي فوق ده لونه أبيض، تمام، وعنده الأقدام لو نبص عليها هنلاقيها لونها أسود. طيب ايه الخصائص اللي ربنا اداها للمها علشان يقدر يعيش بيها في الصحراء؟ تعالوا نشوف. طيب تعالوا نختار، احنا قلنا المها العربي له أرجل سوداء. طيب نشوف، له أرجل سوداء تمتص الحرارة في الصباح البارد لتبقيه دافئا. ها هل الإجابة دي صحيحة ولا له أرجل سوداء تمنع ظهوره بمظهر متسخ؟ مين فيهم الإجابة الصح؟ هو عنده رجلين سودة ليه؟ علشان في الصباح الدنيا بتبقى برد فيتمتص الحرارة على قد ما تقدر علشان تبقيه دافئا، ولا علشان تظهره بمظهر متسخ؟ أكيد ها له أرجل سوداء بتمتص الحرارة في الصباح علشان تبقيه باردا. طيب الغطاء اللي احنا قلنا عنده غطاء لونه أبيض، طب الغطاء اللي لونه أبيض ده ليه موجود عنده؟ هل عشان يحميه من الرياح؟ له غطاء أبيض يحميه من الرياح، ولا له غطاء أبيض يعكس ضوء الشمس في النهار كي يخفف شعوره بالحر؟ احنا عارفين ان هو عايش فين؟ عايش في الصحراء، وقلنا الصحراء المناخ بتاعها بيكون حار، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون ها له غطاء أبيض بيعكس ضوء الشمس في النهار كي يخفف شعوره بالحر. طيب له أنف حساس جدا، طيب هو عنده الأنف الحساسة جدا دي ليه؟ يمكن أن يشم به مكان وجود مياه الشرب عن بعد، ولا له أنف حساس يساعده على اصطياد الحيوانات الأخرى؟ هو المها العربي بيصطاد حيوانات أخرى ولا بياكل الأعشاب؟ بياكل الأعشاب، يبقى أكيد الإجابة هتكون إيه؟ له أنف حساس جدا يمكن أن يشم به مكان وجود مياه الشرب عن بعد. طيب يبقى خلاص عرفنا الخصائص اللي ربنا وهبها للمها العربي، الأرجل سوداء علشان تمتص الحرارة في الصباح علشان تبقي باردا، والغطاء الأبيض علشان يعكس ضوء الشمس عشان يخفف عنه الشعور بالحر، والأنف الحساس بيشم بيه موجود مياه الشرب. يبقى المها العربي ده عايش في موطن حار وجاف، وعنده الخصائص اللي احنا قلناها بتساعده في العيش في موطنه. ها يبقى للأسماك زعانف، مهمة الزعانف للأسماك دي عشان تعمل لها ايه؟ تساعدها على الحركة في الماء. طيب لون فراء الفهد احنا قلنا بيكون ملون صح؟ ليه؟ ليساعده على التخفي في الطبيعة. للأرنب القطبي فراء كثيف، لماذا؟ ها يحافظ على حرارة جسمه. طيب لو احنا عندنا في نهاية الكتاب من الخلف عندنا صور للحيوانات مخصوصة للجزء ده، هنقصها ونبتدي نصنفها ونشوف كل حيوان عايش فين. ها مين الحيوان اللي هيعيش في الصحراء؟ عندي الصورة في الخلف، هيبقى عندي الايه؟ الثعلب. طيب مين الحيوانات اللي هتعيش في الموطن المائي؟ عندي السمكة. طيب مين الحيوان اللي هيعيش في المنطقة العشبية؟ الأسد. ومين الحيوان اللي هيعيش في المنطقة القطبية؟ الإيه؟ الدب القطبي.